بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس عمر صبري. في الفيديو دوت هنتكلم عن الـ Embedded System Design. الـ Embedded System هو عبارة عن كمبيوتر صغير في نفس مكونات الكمبيوتر اللي احنا نعرفه، في وحدات إدخال، وحدات إخراج، في رام، في روم، في كل الحاجات اللي احنا نعرفها عن الكمبيوتر الكبير العادي اللي احنا بنستخدمه سواء لابتوب أو ديسكتوب، ولكن على سكيل صغير جدا. بيقوم بوظائف معينة، بيخدم أبليكيشنز صناعية أو أبليكيشنز خدمية أو أبليكيشن ترفيهية عموما. أي أبليكيشن بيحتاج إلى كنترولر صغير. طب وإيه أهمية الإمبيدد سيستم ليا كمهندس باور أو كوميونيكيشن؟ الإمبيدد سيستم هي تول رخيصة وسهلة ان انا اقدر احول العلم اللي انا بدرسه في الكليه، علم الهندسه عموما، او علم سواء بقى كان هندسه باور او كوميونيكيشن، الى ارض الواقع. ان انا مثلا عايز اتحكم في مكنه معينه تعمل لي سيكونس معين. مثلا انا درست في الكنترول، بدرس ازاي اتحكم في سرعه دي سي موتور، او ان انا احصل على بوزيشن باستخدام الاستيبر او حتى بالدي سي موتور. كل الكلام دوت لما اجي احوله محتاج كنترولر ينفذ لي الكلام ده. الكنترولر ده ممكن يكون بي ال سي، يكون مايكرو كنترولر. فهي حلقة الوصل ما بين العلم وما بين التكنولوجيا. تستخدم في حل مشاكل صناعية كتير في المصانع، في أو مثلا تطبيق فكرة جديدة، أو إن أنا أوجد حلول ترفيهية زي الهوم أوتوميشن، زي الروبوتكس. الإمبيدد سيستم في الآونة الأخيرة هي سببت ثورة في الصناعة نتيجة لقدرتها الحسابية العالية وصغر حجمها ورخيصة ومتوفرة. فبقى دلوقتي الابليكيشنز الامبيدد سيستم بنستخدمها في ابليكيشنز كتير في حياتنا اليوميه. تستخدم في السيارات، تستخدم في الاجهزه المنزليه زي الغسالات، التلفزيونات، بتستخدم في الثلاجات، في التكييف، في بتستخدم في الكاميرات، في الموبايلات. ابليكيشنز كتير هي حوالينا، هي اصلها الامبيدد سيستم. فالستيجز اوف بيلدينج ان امبيدد سيستم تبدا اول حاجه في فكره بتجيلي انا عايز انفذها، او مشكله معينه قابلتني محتاجه حل. فالخطوات ديت او الفلو تشارت دوت هي بتوضح لي من اول ما تبقى فكره لغايه ما يبقى منتج. بدايه بحدد الهدف من الفكره او المشاكل اللي انا عايز احلها ديت. ايه الهدف اللي انا عايز اوصل له، او الريسبونس او الاداء بتاع الماشين دوت عايز اوصل بيه لايه. فبحدد الاهداف والوظائف اللي انا عايز انفذها، وبيبدا تفكيري من النقطه ديت. بياخد مسارين، المسار الاول وهو الهاردوير ديزاين، والمسار الثاني السوفت وير ديزاين. في الهاردوير ديزاين انا بحدد انا هستخدم بقى مايكرو كنترولر ولا مايكرو بروسيسور. طب لو مايكرو كنترولر، ايه المايكرو كنترولر اللي هستخدمه، وازاي بختار المايكرو كنترولر، وايه المعايير اللي انا بختار على اساسها. وبعدين بيدخل في السوفت وير ديزاين، بحدد اللغه اللي انا هبرمج بيها الهاردوير دوت. ايه الفرق بين اللغات المختلفه، ليه استخدم اللغه دي وما استخدمش اللغه ديت. اكتب الكود بتاعي باللغه اللي انا عايزها، وبجنريت حاجة اسمها هيكس فايل. والهيكس فايل دوت هو عبارة عن فايل بيحول لي الانستراكشنز بتاعة اللغة اللي انا استخدمتها، وليكن السي، بيحولها لي الى 1 و0، لان الماشين ما بتفهمش غير 1 و0، ما بتفهمش الفور والوايل واللوب والكلام دوت. فيبدأ الكومبايلر يجنريت الهيكس فايل، فببدأ منزل الهيكس فايل ده على تيست بورد. البورد ديت انا بعملها مبدئيا بشكل درافت كده، ما هيش حاجه نهائيه، بحيث ان انا اجرب الكود اللي انا عملته. هل الكود دوت بيحقق لي الاداه، او بيحقق لي الهدف اللي انا عايزه ولا لا. فبحرق الهيكس فايل على
التست بورت او التست كيت، وبعدين اشوف هل انا محتاج اعدل ولا لا. محتاج اعدل ارجع تاني اعدل في الكود وجنريت الهكس فايل واجرب على التست كيت لغاية، وبعد كده اقوم راجع تاني اعدل وهكذا لغاية ما اوصل الى الاداء الى الريسبونس اللي انا عايزه فعلا، وان الكود دوت هو دوت اللي هيحقق لي الهدف اللي انا عايزه. خلاص بقى برمي الكيت ديت وببدأ اصمم على بي سي بي بورد. خلاص بقى تبقى منتج نهائي بي سي بي بورد، بتبقى بطبع بقى اللي اوت اللي انا صممتها في الهاردوير ديزاين، وببدأ الحم عليها الكومبوننت والهكس فايل النهائي اللي انا وصلت له. ابدا اعمل بيرنينج للهكس فايل دوت على المايكرو كنترولر اللي موجود على البورده بتاعتي او في البي سي بي الجديده، واعمل بروتوتايبنج للبروجكت. يعني خلاص انا وصلت لمنتج مبدئي للبرودكت بتاعي او للفكره بتاعتي، وابدا برضك اختبر اختبار تاني واشوف الاداه دوت ممكن احتاج احسن تاني ولا لا. خلاص بقى وصلت للاوبتيم ديزاين، ابدا في الكوميرشال برودكت، احوله بقى الكوميرشال برودكت، وبيدخل بقى في معايير السعر ومعايير الحجم، وما بتدخل معايا معايير كتير تجارية عشان اقدر احقق ربح من ورا الكيت او البورد اللي انا عملتها. الفلوت شارت ديت كده اتكلمنا من اول الفكرة الى حد لحد البرودكت النهائي. هيبدأ كلامنا في السلايدز اللي جاية، ينقسم بقى هنتكلم عن الهاردوير والهاردوير بتاعنا ايه اشكاله ايه انواعه. هنتكلم عن الهاردوير ايه انواع الهاردوير الموجودة وازاي اختار وعلى اساس ايه اختار. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم عن المايكرو كنترولر. فاحنا قلنا ان الهاردوير يا اما مايكرو كنترولر يا اما مايكرو بروسيسور، فاحنا شغلنا كله هيبقى على المايكرو كنترولر. مايكرو كنترولر ستراكشر، المايكرو كنترولر هو عبارة عن مايكرو بروسيسور ومعاه شوية بريفرالز، واهم بريفرال هو طبعا الميموريز. عندنا الرام ميموري والروم ميموري، والرام ميموري هي الداتا ميموري اللي بتتسجل فيها الداتا اللي انا بعمل لها بروسيسنج. الروم ميموري ديت الميموري اللي بتسجل فيها الانستراكشنز، الكود اللي انا كتبته بيتسجل في الروم. ومعايا شوية بريفرالز حوالين المايكرو بروسيسور. عندي في السيريال بورت، وده مسؤول عن انا ابعت الداتا للمايكرو كنترولر سيريالي، من يا اما من مايكرو كنترولر تاني او من اي ديفايس تاني. عندي الاي دي سي، وده بريفرال مسؤول عن تحويل الانالوج سيجنال الى ديجيتال سيجنال، بحيث ان الكنترولر ما بيفهمش غير ديجيتال. طب انا لو عايز اقرا من سنسور، طب لازم انا اقرا من سنسور. طبعا بيبقى اغلب السنسورز بتبقى انالوج، السيجنال اللي بتطلع من السنسور بتبقى انالوج. فانا عشان المايكرو كنترولر يتعامل معاها، فمحتاج الاي دي سي ان هو يحول الانالوج سيجنال الى ديجيتال سيجنال. عند التايمرز، والتايمرز ديت المسؤول عن التايمينج، ان انا اقدر احسب التايم، ان انا مثلا اعمل اي ابلكيشن محتاج اقيس زمن فيه، وبيبقى فيه انواع منه كتير. هو في الاصل بيبقى كاونتر، فانا لما بديله لما بديله اوسيليشن بفريكوانسي انا عارفه، فاقدر احول الفريكوانسي دوت الى تايم. اقول له مثلا لو جالك 100 بلصايه، يبقى اعرف ان دوت مثلا وليكن 1 مايكرو سكند. فبالتالي لما اقول له 200 يبقى 2 مايكرو سكند، 3 3 300 يبقى 3 مايكرو سكند، وهكذا. اقدر اعرف في الاخر الزمن اللي انا محتاجه. الانبوت والاوتبوت بورت، ودي بتبقى وحدات الادخال والاخراج. انا مثلا هقرا من على كيباد او هعرض على ال سي دي، هي بوابه ادخال واخراج للمايكرو بروسيسور زي الكمبيوتر الطبيعي. انا وحده الادخال للكمبيوتر انا عندي الكيبورد، وحده اخراج عندي ال سي دي. بوابات الادخال والاخراج دي هي المسؤوله عن ادخال واخراج الداتا الى المايكرو بروسيسور. الانتربت، وديت هي اداه مسؤوله عن مقاطعه المايكرو بروسيسور
ان في ايفنت معين انا محتاج انك تعمل له اكشن. فانا مثلا المايكرو بروسيسور شغال بيعمل تاسك معينة، ففي تاسك تانية مهمة، فبعمل له انتربشن ويروح يشوف التاسك المهمة ديت يخلصها ويرجع يكمل من حيث ترك، من ساعة ما ساب التاسك القديمة يرجع لها تاني. الانالوج كومباراتور، وانا اقدر اقارن اتنين سيجنال ببعض. لو انا مثلا عايز اقول للمايكرو بروسيسور لو الفولت زاد عن 2.5 فولت اعمل الاكشن الفلاني، فبحط على الانالوج كومباراتور اقول له قارن لي ما بين 2.5 فولت وما بين الفولت اللي داخل. لو الفولت اللي داخل اقل من 2.5 فولت ما تعملش حاجه، لو اعلى من 2.5 فولت اعمل حاجه. فده الانالوج كومباراتور باختصار، وهنتكلم عن كل بريفرال من دول بالتفصيل ولكن في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. مايكرو كنترولرز، الكومن مايكرو كنترولرز اللي موجوده في السوق هم انواع كتيره جدا. هي في الاتمل اي في ار وفي المايكروشيب، ودول اشهر اتنين موجودين في السوق حاليا. في طبعا الارم، وفي سامسونج منزله مايكرو كنترولرز. في انواع كتيره جدا، موتوريلا، وفي انواع كتيره، ولكن الكومن مايكرو كنترولرز هم الاتمل اي في ار والمايكروشيب، ودول يعتبروا دولتين، دولة الـ AVR ودولة المايكروشيب. وكل دولة من دول تحتها عائلات، كل عيلة من دول تحتها أفراد. فعندي على سبيل المثال في مايكروشيب عندي في عائلة الـ 10F والـ 12F والـ 16F والـ 18F والـ 32F، وعندي الـ 10C والـ 12C والـ 16C والـ 18C والـ 32C. كل دي فاميليز موجودة تحت المايكروشيب، بيك مايكروشيب. وتحت كل دول، كل تحت كل فاميلي من دول في ميمبرز، وكل ميمبر من دول ليه مميزات وليه عيوب وعنده امكانيات وعنده نقاط ضعف. فانا بختار للابليكيشن بتاعي عضو معين من اي فاميلي من دول على حسب احتياجات الابليكيشن. عندي مثلا بيك 16F، في عندي 16F 877A، في 840، في كنترولرز كتير. كل واحد من دول فيه ال 40 رجل، وفي مثلا اللي فيه عدد معين من البريفرالز اكتر من التاني، على حسب السعر والسرعه وامكانيات كتير. ده تحت المايكروشيب. طب تحت الاتمل انا عندي اربع عائلات مهمين. عندي اول حاجه ال 8 بت تايني اي في ار، وهو عائله صغيره، هي بتديني حجم صغير، امكانيات قليله، وليها ميزه، وهي اكثر انتشارا يعتبر. ليها ميزه ان انا اقدر لو انا عندي ابلكيشن صغير مش محتاج كنترولر كبير، مش محتاج كنترولر غالي ان انا انفذ الابلكيشن ده، فانا اقدر اجيب التايني. التايني بيبقى مثلا بيبدا من 6 رجول لغايه تقريبا 28 رجل كنترولر، فهو كنترولر صغير، يعني اقدر اعمل بيه تاسك صغيره جدا، مش محتاج اجيب كنترولر كبير على الفاضي. وفي ال 8 بت ميجا اي في ار، وده هم اللي تحت ال 8 ميجا، بيبدا 8 ميجا 8 و 8 ميجا 16 و 32 و 64 و 328، وانواع كتير تحت ال 8 ميجا. وفي الادفانسد ميجا او الموديفايد ميجا من الميجا اي في ار، بيبقى فيه منه 8 بت و16 بت. يعني ايه 8 بت ويعني ايه 16 بت؟ بيقول لك ان 8 بت او 16 بت او 32 بت هي البروسيسور يقدر يعمل بروسيسنج لبايت واحد ولا 2 بايت في نفس الوقت او 4 بايت في نفس الوقت. فطبعا كل ما بيكون العدد البيتس او عدد البايت اللي يقدر يعالجها البروسيسور في نفس الوقت كبير، ده معناه ان انا البروسيسور بتاع البروسيسنج تايم بتاعي قليل جدا. اقدر في الابلكيشنز اللي فيها داينامكس عاليه جدا، الابلكيشنز السريعه قوي، اقدر استخدم فيها الكنترولرز السريعه زي ال 32 بت او 16 بت. ال 32 بت اي في ار زي ما قلنا ان هي فاميلي بتتميز ان هي البروسيسورز بتاعتها فيها بتقدر تعالج 4 بايت مع بعض في نفس الوقت. ده سيرفي سريعا عن العائلات الموجودة تحت اتمل اي في ار وتحت مايكروشيب.
طب انا اختار على اساس ايه؟ هل لما اجي احتاج اعمل اي ابلكيشن معين، طب انا اروح اجيب اتمل اي في ار ولا اجيب مايكروشيب؟ في معايير كتير في اختيار الكنترولر. سؤال انا الاحسن، السؤال ده مش صحيح. هل اقول اتمل اي في ار احسن من مايكروشيب، ولا مايكروشيب احسن من اتمل اي في ار؟ السؤال ده الجواب عنه صعب شوية، ولكن نقدر نقول ان كل واحد من دول ليه مميزات وعيوب. وليكن على سبيل المثال السرعة، انا عندي الاتمل اي في ار هو اسرع من المايكروشيب، بمعنى الاتمل اي في ار الكريستالة المايكروشيب الكريستالة بتاعته، لو فرضت ان انا حطيت له مثلا كريستالة 8 ميجا هرتز، هو في بريسكيلر بيقسم ال 8 ميجا هرتز دول على 8، فبالتالي الكنترولر بيشوف الكريستالة 1 ميجا هرتز، فده طبعا بيأثر على السرعة. فأنا مثلا لو حطيت له 16 وجيت أقسم على 8، يبقى كده أكنه شافها 2. إنما في الـ AVR لا، مفيش بريسكيلر. هو في بريسكيلر بس ممكن يبقى بريسكيلر بواحد مش شرط 8، فبالتالي لما أجي أحط له كريستالة 8 والبريسكيلر بتاعها بواحد، بريسكيلر هو الفاكتور اللي بيتقسم، اللي بيقسم الكريستال فريكوانسي، ده معنى بريسكيلر. فلو انا قسمت الاتم الاي في ار على واحد، قصدي الكريستاله بتاعته اللي هي ال 12 وحطيت لها بريسكيلر واحد، هيشوفها 12 زي ما هي، و8 هيشوفها 8، و20 هيشوفها 20، فبالتالي الاتم الاي في ار هو اسرع من المايكروشيب. دي ميزه بيتميز بيها الاتم الاي في ار. طب تعالى شوف للكونفرجن تايم بتاع الاي دي سي. الاي دي سي اللي قلنا اللي هو البروفيل دوت المسؤول عن تحويل الانالوج الى ديجيتال، الزمن اللازم لتحويل الاشاره الانالوج في الاي في ار اكبر من الزمن اللازم في المايكروشيب. فدي تعتبر ميزه للمايكروشيب، ان انا لو هتعامل مع اشاره انالوج فيها فاريشن سريع، ففي الحاله ديت يبقى المايكروشيب افضل من الاي في ار. نيجي لنقطه تانية، الباور كونسبشن. الباور كونسبشن بتاع الاي في ار اكبر من المايكروشيب، فده عيب عند الاي في ار. فابليكيشنز اللي محتاجه ان السورس بتاعها الكاباسيتي بتاعته قليله، افضل انا اروح للمايكروشيب ما اروحش للاي في ار. في ممكن نقول تاني، الاي في ار ارخص. الاي في ار هو متاح وارخص من المايكروشيب، فدي ميزة بتميز الاتم الاي في ار عن المايكروشيب. وهكذا في مميزات كتير، مميزات كتير في وعيوب لكل واحد من دول، وهي تبقى موجودة في اللينك دوت ان شاء الله هنزله في الديسكريبشن. تقدر لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الفرق ما بين المايكروشيب والاي في ار، تقدر تدخل اللينك دوت وتعرف كل التفاصيل اللي انت عايزها. طب احنا في الفيديوز هنا او في التوتوريال بتاعنا دوت هنستخدم ايه؟ هنستخدم الاي في ار. الاي في ار برمجته اصعب من المايكروشيب، فانت لو اتعلمت الصعب السهل هيكون التاني الاسهل هيبقى سهل بالنسبه لك يعني. فهنشتغل في الاتم الاي في ار، وهنختار من الفاميلي 8 بت ميجا اي في ار، هنختار الممبر 80 ميجا 8. الفاميلي ديت استخدمتها شركة اردوينو، استغلتها شركة اردوينو في ان هي تعمل الكيتس بتاعتها. الاردوينو مثلا نانو بيستخدم ال 80 ميجا 328، مثلا الاردوينو ميجا بيستخدم ال 1250. فشركة اردوينو اختارت من الفاميلي ديت نتيجة انها رخيصة وسريعة وليها امكانيات كتير، فاحنا برضو كان نشتغل على نفس الفاميلي ديت وهي الاكثر انتشارا يعتبر. واخترنا يعتبر اقل ممبر فيها وهو الـ 80 ميجا 8. الـ 80 ميجا 8 اللي هتقدر تعمله فيه هتقدر تعمله في بقية الفاميليز كلهم نفس الكونسبت. الكنترولر بتاعنا
ليه شوية فيتشرز إمكانيات بتاعته. عندنا الفلاش ميموري 8 كيلو بايت، اللي هي الميموري اللي هتسجل فيها الكود 8 كيلو بايت. وعندي الانترنال رام 1 كيلو بايت، وعندي 2 تايمر 8 بت، وعندي واحد 16 بت، وعندي 3 بالس ويد موديليشن تشانل. وهنتكلم بالتفصيل بعد كده عن البالس ويد موديليشن وانا بستخدمه ازاي وازاي اجنريت بالس ويد موديليشن سكوير ويف باستخدام البالس ويد موديليشن. اتحكم في سرعه الدي سي موتور عن طريق البالس ويد موديليشن، اتحكم في الليفل بتاع فولت على اي دي سي كونفرتر. في حاجات كتير تحت البالس ويد موديليشن بالذات للمهندسين باور كوميونيكيشن. عندي 6 شانل اي دي سي، يعني اقدر اقيس 6 سيجنال اي دي سي، 6 سيجنال انالوج اقدر اقيسهم احولهم الى ديجيتال. عندي بروجرامبل سيريال يو اس ارت، وده سيريال بورت. في بروتوكولز كتير للسيريال كوميونيكيشن في الامبيدد سيستم. في عندي الاي سكوير سي، في عندي الاس بي اي، في عندي اليو اس ارت. فال 80 ميجا 8 هو بيستخدم السيريال يو اس ارت. وهنتكلم ايه الفرق، الفرق بين الثلاثه دول. عندي الجيتس الانبوت والاوتبوت اللي قلنا بندخل عليهم داتا او بندخل بيهم داتا او بنخرج بيهم داتا. عندي 23 انبوت واوتبوت لاين، كل بن او لاين من دول اقدر استخدمه از انبوت او از اوتبوت، يعني اقدر انا ابرمجه عادي جدا استخدمه كانبوت او اوتبوت. طبعا بنشتغل على 4.5 فولت الى 5.5 فولت، والكريستاله بتاعتنا هي من يعني اقصى حاجه فيها 16 ميجا هرتز. دي الفيتشرز او الامكانيات بتاعت ال 80 ميجا 8. ادي شكل الكنترولرز بتاعنا، هو 28 بن، 28 بن. العد بتاعنا طبعا بيبدأ من اول واحد من على الشمال من فوق وننزل لغاية 14 ونكمل 15 لغاية 28. دي طريقة العد بتاعت اي اي سي، مش شرط مايكرو كنترولر. اللي باللون الازرق دوت هو البورت دي، بيبقى عبارة عن 8 بن 8 بت. واللي باللون دوت هو البورت بي، واللي باللون الاخضر ده هو البورت سي. فانا عندي 3 بورت. البورت سي عبارة عن 7 بن بس، ادي من بي سي 0 لغاية بي سي 6. والبورت سي راكب معاه يعني البنات ديت هي مالتي فانكشنز، هي بتستخدم از انبوت واوتبوت بن، وفي نفس الوقت بتستخدم ك اي دي سي شانل. كل بن من دول اي دي سي، البي سي 0 ممكن استخدمها انبوت واوتبوت ديجيتال وانبوت واوتبوت بن، او استخدمها ك اي دي سي 0. طب انا بحدد ده او ده ازاي؟ عن طريق البرمجه. وهنعرف ازاي بعمل انيشاليزيشن للكنترولر بتاعي، ان انا اقول للبورت دوت اشتغل كديجيتال او ان اشتغل كانالوج. عندي البورت بي، في عندي برضو مالتي فانكشن بنز، الاثنين دول بتوع البالس ويد ميدوليشن اللي هي او سي 2 او سي 1 واو سي 1 اي وبي، يعني دول الثلاثه بتوع البالس ويد ميدوليشن. والاس سي كي والام اي اس او والام او اس اي، دي كلها بنات البرمجه اللي انا بحرق بيها الكود على الكنترولر. وده يعتبر اس بي اي سيريال كوميونيكيشن، باخد الكود من الكمبيوتر بنزله على الكنترولر بتاعنا باستخدام بروجرامر عن طريق الثلاث بنات دول مع الرجل بتاعت الريسيت. هنعرف الكلام ده بعدين. عندك في البورت بي داخل معايا هنا اكس تال 1 واكس تال 2، ودول اللي بيتوصل عليهم الكريستاله اللي بتحدد لي الفريكوانسي او سرعه الكنترولر بتاعي، بوصلها على الرجلين دول. عندي انالوج انبوت 0 انالوج انبوت 1، اللي بالنتين دول بتوع الانالوج كومباراتور. لو انا عايز اقارن تو سيجنال مع بعض، فعندي الانالوج انبوت 0 والانالوج انبوت 1. والرجل ديت مكتوب عليها تي 1، وده يعتبر كانبوت لتايمر واحد، اقدر ادخل بلصات لتايمر واحد يعدها من هنا. وليكن عايز اعد عدد الناس اللي بتدخل الجراج او بتدخل قصدي مبنى معين،
فاقدر احط سنسور على الرجل ديت، السنسور دوت كل ما واحد يعدي من قدامه يديني بلس، يعدي التاني يديني بلس، فتايمر واحد يبدأ كل ما يجيله بلس يزيد واحد، يجيله بلس يزيد اتنين تلاتة اربعة وهكذا، واخد بقى قيمة التايمر اعرضها على اي بورت من دول، فواخد القيمة دي احطها بقى على 7 سيجمنت، على ال سي دي، على دوت ماتريكس، اي حاجة تعرض للرقم. فده ابلكيشن ببساطة عدل الناس اللي بتدخل المبنى دوت وبيعرضها له على ال سي دي. ادي احد امكانيات المايكرو كنترولر. عندي البورت دي هتلاقي برضو كل البنات مالتي فانكشن عندي، بتستخدم ك ديجيتال بن او بتستخدم ك، ادي البنتين دول بي دي 0 وبي دي 1 بيستخدموا الار اكس دي والتي اكس دي، دول بتوع السيريال بورت، اليو اس ار سيريال بورت، ان انا ابعت داتا من مايكرو تاني او ابعت داتا من يو اس بي تي تي ال مديول، انا يعني ابعت داتا للكمبيوتر او استقبل داتا من الكمبيوتر عن طريق البنيتين دول. عندي البنيتين دول انت 0 وانت 1، ودول بيعتبروا اكسترنال انتربت، يعني حصلت اي حدث او ايفنت بره عايز اقول للكنترولر اقف عندك تعالى شوف الايفنت ديت وارجع تاني، فبوصلها على اي بن من دول، فده انتربت 0 وانتربت 1. وديت البن بتاع التايمر 0، نفس الوظيفة بتاعت البن بتاع التايمر 1. ده كده البن كونفيجريشن بتاع ال 80 ميجا 8 بشكل مبسط، وان شاء الله هنعرف بالتفصيل عن كل، عن ازاي نوصل الرجول ديت، وهنستخدم برنامج البروتس، وافضل الناس كلها تسطب البروتس 8 عشان كل ابلكيشن هنعمله هنعمل له سيميليشن على البروتس. السوفت وير، كل كلامنا اللي فات كنا بنتكلم عن الهاردوير، وازاي اتكلمنا عن الفاميليز بتاعه المايكرو كنترولر، واخترنا ال 80 ميجا 8، واتكلمنا عن الكونفيجريشن بتاع ال 80 ميجا 8، البين كونفيجريشن بتاعه. هنتكلم من اول هنا عن السوفت وير وايه اللغه اللي احنا هنشتغل بيها. عندي اي لغه، البروسيسور هو بيفهم الماشين لانجويج، هو بيفهم ال 1 وال 0 ما بيفهمش غيرها. فالماشين لانجويج هي صعبه في البرمجه، ان انا اقعد ابرمج واقول 1 0 0 1 1 0، فده بالنسبه لي صعب جدا ان انا اعمله. فاول لغه بدات وهي اللو ليفل لانجويج او الاسمبلي اللي احنا درسناها، وهي اللي هي الاوامر موف واد وسب، واوامر بسيطه جدا ان انا اجمع رقمين على بعض، اطرح رقمين من بعض، ولكن هي لغه يعني هي سهله ولكن غلسه، يعني انا عشان اعمل ابلكيشن صغير محتاج اكتب 1000 سطر. ف الحل بتاع الاسمبلي هو كان السائد، اللغه ديت كانت يعني في عقود سابقه كانت هي اللغه المستخدمه في البرمجه، فكانت الابلكيشنز بسيطه، الامبيدد سيستم ما كانتش متوغله زي الوقت الحالي، نتيجه لان كانت لغه البرمجه صعبه، والمبرمج عشان يعمل ابلكيشن بسيط جدا ان هو مجرد يقيس سرعه حاجه ولا يحسب زاويه حاجه كان ممكن يقعد يكتب كود ب 1000 سطر. فمن هنا بدات الحاجه الى الهاي ليفل لانجويج، هي لغه سهله في البرمجه وسريعه، واقدر اعمل ابلكيشن بسطرين ثلاثه. ففي الهاي ليفل لانجويج ظهرت عندي لغات كتير، لغه السي، لغه البايثون، اللينكس، السي شارب، السي بلس بلس، في لغات كتير في الهاي ليفل لانجويج، وكل لغة عن التانية لها مميزات، وكل لغة من دول لها هاردوير معين بتشتغل معاه. فاحنا في الهاردوير بتاعنا احنا هنشتغل بلغة السي. لغة السي هي لغة منتشرة جدا ولغة سهلة في الأوامر بتاعتها، اللوبس والكونديشنز. طبعا اغلب الناس عارفين اوامر بتاعت لغة السي، هنعمل مراجعة بسيطة عنها ولكن مش بتعمق. المفروض ان الناس كلها عارفة اوامر بتاعت السي، ازاي اعمل فور، ازاي اعمل وايل، ازاي اعمل اف، فالدنيا بسيطة ان شاء الله. طب ازاي بقى بتوصل الكود من ساعة ما بكتب مثلا اف البن ديت عليها واحد ولا زيرو، اعمل كذا او ما تعملش كذا، ازاي الكنترولر بيفهم الكلام دوت؟ انا على الكمبيوتر بتاعي بكتب الكود اف او وايل او فور، الاكواد اللي احنا عارفينها في لغة السي،
يبدأ الكومبايلر وهو المسؤول عن تحويل الأوامر ديت إلى الماشين لانجويج. الكومبايلر هو المسؤول عن تحويل الهاي ليفل لانجويج إلى الماشين لانجويج، إلى الوان والزيروس، الوان والزيروس اللي يقدر يفهمها المايكرو كنترولر. وعن طريق الكومبايلر برضو بجنريت الهيكس فايل، اللي هو الفايل اللي بقى فيه وحايد وصفار بتاعة الأوامر اللي أنا عايزها. عن طريق البروجرامر أبدأ أحول أنزل الهيكس فايل على البورد بتاعتي أو المايكرو كنترولر بتاعي. بوصل البروجرامر بالسيريال بورت أو اليو اس بي بتاع الكمبيوتر وأبدأ أعمل بيرنينج، وأوصل برضو البروجرامر بالتلات بنات اللي قلنا عليهم الموجودين في المايكرو كنترولر، وأبدأ أعمل بيرنينج أو أعمل أبلودينج للهكس فايل من الكمبيوتر إلى المايكرو كنترولر يونت. وبعد ما أفصل البروجرامر يبدأ المايكرو كنترولر يونت ينفذ الأوامر اللي أنا كاتبها له. الكورس أوتلاين أو البروجيكتس اللي احنا هنبدأ نشتغلها إن شاء الله، هنبدأ أول حاجة بالليد سيكونس، إزاي إن أنا أنور للدات، أحط للدات على أي بورت من البورتات بتاعة المايكرو كنترولر، أخليها تنور بشكل معين، تتحرك بشكل مختلف. بعد كده البروجكت اللي هنعمله 7 سيجمنت، ان انا ممكن اعرض ارقام 1 او 2 او 3 او 4 على ال 7 سيجمنت. الابلكيشن اللي بعديه ال سي دي، ان انا هركب ال سي دي اعرض عليها اي كلام عايز اعرضه، ارقام، اي داتا عايز اعرضها على ال سي دي، فتبقى اللي هي اوتبوت يونت. الكيباد، ان انا عايز ادخل ارقام للمايكرو كنترولر. بعد كده هنعمل ابلكيشن اللي هو السكيورتي جيت، اللي هي بوابة مش هتفتح الا بعملها باسورد، وبعد كده الباسورد دوت بيتعرض على شاشة ويدوس انتر. لو الباسورد ده صح الباب يتفتح، غلط ما يتفتحش. الابلكيشن اللي بعديه هيبقى الانالوج سيجنال ميتر او الفولتوميتر، يعني ان انا عايز اقيس اشارة انالوج واعرضها على ال LCD. دي ابلكيشنز قليلة جدا يقدر المايكرو كنترولر يعملها. الكورس بتاعنا او الفيديوز ما هياش الكورس كاملا، ولكن هي خطوط عريضة تقدر تكمل من بعديها في الامبيدد سيستم. الامبيدد سيستم ما هياش الاي في ار فقط، هي اكبر من كده. احنا بس مجرد الفيديوهات دي ممكن تديك الخيط اللي تمشي وراه، وان شاء الله توصل تبقى امبيدد سيستم انجينير كويس. هنبدأ من المرة اللي جاية إن شاء الله نشتغل نبرمج على الـ AVR Studio. فمن المرة اللي جاية هنكون محتاجين إن الكل يكون مسطب الـ AVR Studio والـ Protess. الـ AVR Studio 5، يا ريت يكون كله 5 عشان أنا هشتغل على 5، بحيث إنك تبقى ماشي معايا خطوة بخطوة. إذا ظهر عندك ايرور أو ظهر عندك مشكلة تقدر تشوف أنا عملتها إزاي وتحلها. انما في فيرجنات تانية بتبقى الانترفيس بتاعها مختلف عن الـ AVR Studio 5، فممكن تسبب لك مشكلة اثناء متابعة الكورس. البروتوس ودوت اللي هنعمل عليه سيميليشن، السكيماتيك سيميليشن للدايرة اللي انا عايز انفذ، احط المايكرو كنترولر فيها واوصل للدات او اوصل الـ 7 سيجمنت او الكيباد او الـ LCD، وابدا احرق اعمل الكود على الـ AVR Studio واستدعي الهيكس فايل اللي الكومبايلر دوت عمله في البروتس، وابدا اتست هل الكود اللي انا عملته ده صح ولا غلط. ان شاء الله هكتب لكم الكومبوننت، المفروض يكون امبارل مع الكورس، تكون كل حاجه بناخدها بتتنفذ عملي، بحيث في اخر الكورس تكون استفدت اكتر اكبر استفاده. لو انت ركنت اي معلومه هتضيع. الامبيدد سيستم هي امبلمنتيشن اكتر منها نظري، مش هتتعلمها الا لما تطبق بايدك، مش هتقدر تبرمج الا لما تبرمج بنفسك وتغلط وتصلح وتغلط. هتحس بثمر تعبك في الاخر لما توصل انك تجيلك في دماغك فكرة وتنفذها وتشوفها شغالة قدامك. ساعتها هتعرف قد ايه التعب اللي انت تعبته عشان تتعلم ما كانش ليه قيمة قصاد الفرحة اللي انت فرحتها في مقابل انك طبقت فكرة على ارض الواقع. هي متعة
رهيبة يعني، أتمنى إن الكل ما يحرمش نفسه منها. هي بس محتاجة منك مثابرة لغاية ما توصل للهدف دوت. هكتب لكم إن شاء الله الكومبوننت في فايل موجود في الديسكريبشن اللي احنا هنحتاجها عشان نقدر نعمل كل الابليكيشنز ديت. من الأسبوع القادم إن شاء الله أتمنى إن يكون الجميع مع الكومبوننت ديت، واللي اوت بتاعة البوردة اللي احنا التست بورد اللي احنا هنشتغل عليها هنزل لكم برضو اللي اوت بتاعتها. والأكواد اللي أنا بعملها هنزلها لكم أسبوعيا إن شاء الله. هيبقى في فيديو كل أسبوع عن كل أبليكيشن من دول، كل أبليكيشن هيبقى ليه فيديو بإذن الله، بحيث في آخر بعد الفيديو السادس تكون تقدر إن شاء الله تنفذ كل اللي فات. وأتمنى أكون فدتكم، وفي انتظار الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.